المطبخ الغربية بيخرج 300 وجبة يوميا بواقع 9000 وجبة آخر الشهر. بنتم تعبئة الوجبات بإيد المتطوعين. المتطوعين يعني دي من أهم الأنشطة اللي هم بيحبوا يشاركوا فيها، بيحاولوا أنهم يطلعوا الوجبة بأكتر بأحسن شكل بحيث أن الأسر تكون فرحانة بالوجبة ومبسوطة بيها. الوجبات بنحاول كمان أنها تكون متنوعة العناصر الغذائية بحيث أنها تكون مكتملة العناصر للأسرة، يعني ما يكونش ناقصها حاجة. ونحاول كمان ان احنا ننوع في الوجبات بحيث ان الأسرة ما تاخدش نفس الوجبة بشكل يومي. يومنا بيبدأ في المطبخ، بنبدأ من الساعة 9 الصبح ان احنا بنكون مجهزين حاجتنا من قبلها بيوم، بالليل مجهزين البروتينات، مجهزين اللحمة، مجهزين الفراخ وهكذا. بنيجي هنا نبدأ ان احنا الشيف يشتغل، وبعدين نبدأ ان احنا نعبي ونشتغل مع بعض في المطبخ. بيجي بعد كده الشيف يبتدي يخلص، بنبتدي التعبئة، بيبتدي بعد كده فريق التوزيع يوزع، ويعتبر اليوم مثلا بينتهي على قبل المغرب بحاجة بسيطة. حرفيا بتبقى بالدنيا وما فيها، يعني ان انت تشوف الفرحة على وشه ان انت مثلا قدرت تساعده بحاجة بسيطة زي وجبة، قدرت توفر له كرتونة، قدرت توفر له سقف او وسط مية، بتبقى طبعا بالدنيا وما فيها يعني.